شكلك غدا نعمل ايه دلوقتي؟ وهنعرف مع او عرفنا الغدا وهنروح نتغدى، اتفضلوا معانا ونبدأ مع بعض الحلقة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض كفتة الفريك الذرة. الذرة اللي احنا بنجيبه وبنحمصه يا جماعة في الفرن وبنفرمه زي الرز، وهنا الفلفل قرنان فلفل احمر على اخضر، بصلتين، راس توم كبيرة، شبت وكزبرة، البهارات المشكلة، توم باودر، بصل باودر، حبهان، ريحة الكفتة، التوابل المشكلة، السبع بهارات، واحدة ماجي. هنا الخضرة بتاعتنا يا حبايب قلبي، الخضرة بتاعتنا بتشيل العنق بتاعتها عشان العنق بتعمل مية وبتفك الكفتة. انا شلت العنق وكده هنحطها بالمنظر ده، ونروح نفرمها عند الجزار. هجيب عليهم كل لحم كده فريك، 3 كوبايات من الفريك، حزم الشبت بقدونس بكزبرة، بصل وتوم والفلفل الاخضر والتوم بتاعنا والبهارات المشكلة، وهنفرم عليها كل من اللحم عند الجزار وهنفرمهم ونرجع لكم. دلوقتي يا حبايبي رحت فرمت الكفتة وعند الجزار، جبت كل لحمة على المقادير اللي عندي وهنصبحها مع بعض. وممكن ولقيت عنده ريحة كفتة جميلة هطلب منها، وهتجيبي معلقة زيت في طبق وتصبعي، اهم حاجة تكون الصوابع رفيعة وصغيرة على قد 4 صوابع بتقيسيهم كده. ودي شكل الصوابع بتاعتنا يا حبايبي، وهنكملها وهنرجع نحمرها مع بعض. الشكل النهائي للكفتة بتاعتنا بعد ما صبعت يا حبايبي، ايه رأيكم؟ دي كفتة وهنحمرها مع بعض على النار. انا بيسخن وهنا هنعمل مع بعض التقليب. الصلصة بتاعتنا اللي هنتحط فيها معلقة سمنة، نقطة الزيت، هننزل بمعلقة ثوم مهروسة والزيت بتاعنا بيسخن على النار عشان نحمر فيها الكفتة يا حبايبي. وهنا هنحمر الثومة بتاعتنا، بدأت تاخد اللون بتاعنا الذهبي يا حبايب قلبي، ما بنحبش نحمرها على كده. ايه رأيكم؟ والله العظيم اللي هيجرب الكفته في الفريك الذره دي جميله قوي قوي قوي، ولو جربتوها تدعولي. هنا الطعم خد اللون الذهبي معانا اهو، وننزل بمعلقة كزبرة، التوم بيحب الكزبرة يخلي الريحة بتاعتها ريحتها. بريت لعصير طماطم، والبهارات بتاعتنا المشكلة من جميع توم باودر، بصل باودر، بهارات، مش 7 بهارات، ورقة ماجي، وهنقوم رميينها في قلب الصلصة اهو يا حبيب قلبي. الزيت بتاعنا سخن على النار يا حبيب قلبي، ده الصينية اللي عليها الكفتة، وهننزل نحمرها مع بعض. Thank you.
كريب دي او كفتة الرز يا حبايبي بترمي كتير، والنهارده عاملين كفتة الفريك بس والله طعمها خرافة. يا حبايب قلبي خدت اللون اللي احنا المناسب اللي احنا عايزينه، مش هنغمقها على كده وهنطلعها مع بعض. دي اللون المناسب بتاعها، دي الكفتة وحلاوة الكفتة. ايه رأيك يا حبايب قلبي؟ وهنقدمها مع بعض مع رز بشعرية. رز بشعرية بتردد على النار جنبها اهو، وهننزل بالدور التاني. ثانية يا حبايب قلبي، وبدأت تاخد اللون معانا اهو، ودي الكفتة اللي طلعت معانا. هنطلعها، هي كفتة الفراخ دي بترمي كتير عاملة زي كفتة الرز، ولسه دور اتنين كمان في الصينية. هنطلعها مع بعض. كده هنطلعها مع بعض، نصفها من الزيت. كده الصلصة بتاعتنا يا حبايب قلبي على النار، ورميت فيها حباية واحدة مكعبات من البطاطس، مكعبات صغيرة خالص، دي بتدي الكفتة طعم. وهنرمي فيها بقى نحط فيها الكفتة بتاعتنا، والكفتة هتاخد غلوة واحدة عشان ما تتهرش من هنا على النار. هنديلها غلوة واحدة. ودي الرز بتاعنا ابو شعرية هنقدمه مع بعض، ودي بقية الكفتة عن رز ابو شعرية هنقدمه مع الكفتة يا حبايب قلبي. وهنا بقية الكفتة هنفرزها في التلاجة لمرة تانية، وساعة التقديم هنقدمه مع بعض. وكده يا حبايب قلبي الشكل النهائي لكفتة الغدانة، كفتة الفريك، والنظام الاكل يا حبايب قلبي. هو ده 3 اكياس باقيين من الكفتة. الكفتة هتفرق معانا. ايه رأيكم يا حبايب قلبي؟ كفتة روعة الروعة. ايه رأيكم في القناة؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك شير وتعليق حلو منكم. والله العظيم الفيديو ده يستحق اللايك. انا عايزة اشوف لايكات من حبايب قلبي يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.